بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. تستمر التنافسات فتستمر المتعة والإثارة والمفاجآت، والفوز والانتصار شعار وهو بمثابة كل الأفكار للفرق والأندية المصرية التي تلعب في دوري نايل، الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، النسخة رقم 65. أهلا بكم أصدقائي المشاهدين، الآن موعدنا مع منافسات اليوم الأول للجولة 23 ولقاء طلائع الجيش والدراويش، برازيل كرة القدم المصرية النادي الإسماعيلي. النهاردة الكابتن عبد الحميد بسيوني بأربع تبديلات وتعديلات في تشكيل طلائع الجيش، بيبدأ بشعبان في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر زولا، عمرو طارق، خالد سطوحي، محمد عبد السلام، قدامهم فريد شوقي وحميد ماو، وأربع أوراق هجومية لطلائع الجيش مكونة من ديوارا، شيكا، يسري وحيد، وبول جوليوس. النهاردة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي بثلاث تبديلات والتعديلات عن آخر اللقاءات، بيبدأ بأحمد عادل، عبد المنعم في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر عبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وعمار وحاتم سكر، رباعي في خط الظهر هشام محمد ومحمد مخلوف في وسط الملعب، وأربع أوراق هجومية للدراويش مكونة من عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي، إيريك تراوري، ونادر فرج. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، بداية هذا اللقاء، مرة تانية ساندا من حميد ماو، بول جوليوس عمل كنترول، نيم الكرة زي ما هو عايز وعدى واحد، ودي موسى ديوارا دبل باص، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة جدا جدا، هنشوف الحكاية وهنشوف صفارة محمد عادل، فرصة كبيرة، عدى الولد النيجيري لكن كان في راية، كان في راية وصفارة تسلل، هنشوف الحكاية، عدى الولد وعايز يعمل التمريرة، ده ديوارا هو اللي كان واقف في موقف متسلل، عمر الساعي، التوزيع الأمامية عند نادر، خطير، دخل للقلب، ممكن يسدد، وادي أول التسديدات، وادي المتابعة مرة تانية، لكن شعبان بدأت الإثارة، بدأت الإثارة وكلمة بكلمة وهجمة بهجمة، شفنا انطلاقة للجيش يرد عليها عمر الساعي ومساعده الياور، نادر على طول دخل وقطم وتسديدة قوية لكن صدة ممتازة، أي المؤشر ارتفع وفارق النقاط 150%. اتلعبت الضربة الحرة، كورة خدعة حلوة ومكر وزهاء ودهاء من عبد الرحمن، حب يحطها في الزاوية الضيقة. بنستأنف في اللقاء، التعادل السلبي أصدقائي لازال موجود، انطلاقة حلوة يا ولد من سكر، عدى وفات، بيحطها مرة تانية، تسديدة حلوة حلوة حلوة، عدت ومرت لكن نعسان نعسان، مش مركز، مش شايف، مش عايش الموقف. بصوا حضراتكم ركزوا على إيريك، لكن جملة حلوة وتسديدة مبختة، لو هو عايش المباراة إيريك كان ممكن بباطن القدم، عمل المتابعة وسجل أول لجوان، لكن غمزها والله، غمزها والله شعبان. مؤشر الأداء تصاعدي، لأول مرة النادي الإسماعيلي يحقق انتصارين متتاليين، عشان كده النهاردة بيبحث عن ثالث الانتصار، لكن عادل في هذه الأثناء أصدقائي يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول في حوار طلائع الجيش والدراويش بتعادل سلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد مشاهدينا الكرام أجدد التحية بحضراتكم، وأحداث الشوط الثاني من لقاء طلائع الجيش والنادي الإسماعيلي، وكل فريق عايز ثلاث نقاط من أجل المضي قدما في دوري نايل، دوري المراكب الشراعية التي تبحر في رحلة صعبة وطويلة وممتدة، لكن القدرة لم تظهر بوضوح أصدقائي خلال أحداث الشوط الأول. على بركة الله انطلقت صافرة بداية الشوط الثاني، أدي جودوين شيكا بديلا لبول جوليوس، حتى الآن مفيش ملامح واضحة، متقدم عمرو طارق،
وخالد سطوحي وجودوين وايضا هاني. اتلعبت الركنية عالية لكن مرة تانية لمسة خطيرة من احمد عادل، ودي غمزة بالكعب لكن فرصة كبيرة وتغطية دفاعية سليمة جدا جدا من عمار، شالها من منطقة كانت زي النار. بصوا حضراتكم ادي الخطأ من احمد عادل، ابعاد ضعيف جدا جدا، ودي الغمزة بالكعب لكن عمار 10 على 10. عمار في مساحة جميلة عند عبد الرحمن، تقدم يزقها لنادر، ممكن يلعب العرضية، عرضية لكن على طول عمرو طارق مأمن القائم الاول. مرة تانية انتشار وتسديدة لكن شعبان. نادر فرج، عمار، دسوقي، مرة تانية لهشام، لعب في مساحات ضيقة، عبد الكريم، الكرة الأمامية اتردت شعبان، ودي أول أجوان إيريك تراوري، فرصة كبيرة وخطأ كبير والدقيقة 62. سبحان الله، إيريك تراوري يستغل الخطأ ويسجل أول أهدافه، أول أهدافه مع الدراويش في لقائه التاسع. كرة مرسلة من عبد الكريم مصطفى، أخطأ شعبان وأخطأ دفاع طلاع الجيش، يظهر البوركنافي إيريك تراوري علشان يعلن عن الفرحة الأولى والسعادة الأولى. بص شوف الحكاية وبص شوف الكرة، صحيح 3 4 5 6 تمريرات لكن التوزيع الأمامية من عبد الكريم مصطفى، كرة سهلة جدا جدا، اتأخر شعبان واعتمد عمرو طارق على شعبان، ينقض إيريك تراوري ما بين شعبان وما بين عمرو علشان يسجل أول الإجوان إيريك تراوري. والدراويش أصدقائي في الدقيقة 62 يحرروا التعادل السلبي عن طريق اللاعب إيريك تراوري اللي بيسجل أول أهدافه في دوري نايل وأول أهداف النادي الإسماعيلي في هذا اللقاء. مرة تانية هشام، هدف هيدي ثقة للاعبي النادي الإسماعيلي. أدي عبد الرحمن بيوسع عايز يسدد لكن بغرابة شديدة جدا جدا تقع من شعبان. كرة دبل باس، المرة دي ضغط بدون أخطاء، فرصة كبيرة، عدت بغرابة وجول، جول 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 بالكربون يا حبيبي، بالكربون بالكربون يا حبيبي بالكربون. كان تقدم الدراويش في لقاء الذهاب وعاد جودوين شيكا، وفي الدقيقة 72 بعد 10 دقايق تقدم إيهاب جلال ويعيد جودوين شيكا عبد الحميد بسيوني لأجواء اللقاء بهدف تعادل بعد ضغط حقيقي وكرة عرضية معدية. الأولى عدت لكن التانية ما تعديش. بص شوف الحكاية، أخطاء دفاعية كبيرة جدا جدا هي اللي أحدثت الفارق علشان جودوين شيكا. أصدقائي اللاعب النيجيري يدرك التعديل لفريق طلائع الجيش والطلائع في الطلائع في الدقيقة 72، ونعود من جديد إلى نقطة البداية من جديد. آدي محمد هاني والكرة العرضية، ودي ما تضيعش يا جدعان علشان الطلائع يسجل اول الاجوان. الاستحواذ يحسب بالتمريرات الاماميه، اللعب في اتجاه المرمى. ادي عبد الرحمن استلم في مكان ممكن يبقى مؤثر وخطير، بيحاول يوجد زاويه للتسديد لكن كوره عرضيه، لكن فين فين المره دي، المره دي عبد الكريم لسه الخبرات، لسه الخبرات ولسه المشاركات، والتسعين دقيقة أصدقائي هي المعلم في عالم كرة القدم. زولا بيلعب رمية التماس لفريد، العرضية مش معدية لكن ترجع له مرة تانية، هو محمد عادل. محمد عادل أصدقائي ينهي التنافس وينهي الحوار، حوار طلائع الجيش والنادي الإسماعيلي في واحدة من لقاءات الجولة رقم 23 بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق. وبالأحضان يا حبيبي بالأحضان، نقطة لعبد الحميد بسيوني ونقطة لإيهاب جلال، انتهى بيها الحوار وانتهى بيها الكلام.
في الأخير أصدقائي بشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف.